هذه تركتكم فخذوها عني، إني راحلة فافعلوا ما تريدون. كلمات قالتها الحرب على الإرهاب لسكان الموصل، وتركت لهم إرثا يقدر ب11 مليون طن من الأنقاض بحسب إحصائيات الأمم المتحدة. فتبع هذه التركة تجاهل حكومي أثقل هذا الإرث على كاهل ورثته الذين لا ناقة لهم فيه ولا جمل، ليبقى جزء من مشهد المنازل المدمرة وأكوام الأنقاض مبعثرا في أرجاء المدينة. عشرات بالصيف تكرم فيران جراذي أشكال مليانة يعني العقيم جراذي. أيوة. وخلف الله عليكم جزاكم الله ألف خير أسباب طيبة. هذه جت عايف شلون الأنقاض شلون هي شلون هي قاعدة حلوة أقلها منظر المحلة وهم شلون الأنقاض هذا عن العالم. ومقارنة نينوى بشقيقاتها من الأنبار وصلاح الدين وديالا، فالثلاثة مجتمعات لم يصلن إلى ما وصلت إليه نسب دمار الوحدات السكنية في الموصل، فقد فازت هذه المدينة بخيبتها وحصلت على نسبة 45% منتصرة بجراحها على شقيقاتها. وهنا في هذا المكان بصيص أمل صغير لفريق تطوعي يعمل على رفع الأنقاض من المنازل المدمرة، عسى أن يعود الأمل. عدم العودة لوجود معالم كثيرة للحرب، وهذه الأنقاض وهذه معالم الحرب تسبب عوائق عودة لهم، مما جعلنا نختار هذا المشروع لتخفيف عوائق العودة للساكنين. وبالرغم من عودة نسب كبيرة من النازحين، إلا أن الأنقاض لا تزال أكبر المعوقات التي تواجه العودة، ورفعت البلدية في وقت سابق ما تمكنت من رفعه، وقدمت المنظمات الدولية بعض الدعم، لكن الأمر لا يزال بحاجة إلى المزيد من الجهود. إيه طبعا العالم يعني ما يصير له حافز ترجع تبني، يعني واحد يصير له وهج يبني مثلا، يعني الأنقاض إذا انشالت، إذا هذا مثلا صاحب البيت بنى ورجع الاخم يشوفه وهم يرجع والاخم يشوفه يرجع، يعني هاي فد مبادرة حلوة. وينتظر المئات من أبناء المدينة من يرفع أنقاض منازلهم ليبدأوا حياة جديدة يعتقدون أنها ستكون آمنة وكريمة. من الموصل محمود الجماسة، قناة التغيير.